اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في فقرة استضافة كتاب والسينما. احنا هاي الفقرة بنستضيف من ناس بيقرأوا الكتاب، بيختار كتاب معين او فيلم معين، بنشوف ايش الافكار الموجودة فيه، ايش الانتقادات، ايش ممكن الناس تستفيد من هذا الكتاب. اليوم عندنا كتاب اغنى رجل في بابل للكاتب جورج كلاسون. هو كتاب يهتم بالتطوير المالي الشخصي ويأتي لتطوير على شكل سرد لعدة قصص قصيرة، هدفها النهائي أن يصبح الشخص مدركا لكيفية تأسيس ثروته بناء على عدة دراسات حقيقية وموثقة. نناقش هذا الكتاب اليوم مع القارئة منى اسطنبولي. أهلا وسهلا فيك منى. أهلا وسهلا فيك، نورت الاستديوهات. شكرا لطفك. بالبداية منى، احكي لنا يعني هذا الكتاب ايش، ليش شدك وليش اخترت انك تقرأيه؟ الكتاب شدني لأنه يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الثقافة المالية على الصعيد الشخصي. كيف أنت في ظل الظروف اللي أنت فيها بتقدر أنه أنت تطور ثقافتك الشخصية، ثقافتك من ناحية المال، وكيف تتعامل مع المال في ظل المجتمع الاستهلاكي اللي نحن عايشين فيه. يعني طبيعة الكتاب بتحكي بشكل عام عن الاقتصاديات المالية وكيف الإنسان أنه يحاول يطور ثروته أو يحافظ عليها وينميها 100%. كيف تحاول تخلق ثروة من الصفر، وكيف هاي الثروة لما تبلش تمشي معك شوي شوي كيف أنت تنميها وتحافظ عليها. الفكرة دائما بأي حدا بده يبلش بخلق ثروته الشخصية، كيف أنا أبدأ في الموضوع؟ الناس بقول لك كيف بدي أبدأ؟ إذا كان أنا اللي جاييني قد اللي رايح مني، كيف بدي أبدأ؟ الكتاب بحطك على أول الطريق وبيمشي معك خطوة بخطوة. كتاب ساحر جذاب، في القوانين الخمسة للمال اللي معطيك إياها لما تبلش تطبقها بتحس فعليا أنه المال بدأ يتدرج بين إيديك. فهو من الكتب الجاذبة للثقافة الشخصية، من الثقافة المالية، من الكتب اللي بتغير مفهومك وطريقة نظرتك للمال وطريقة تعاملك أنت مع المصاري اللي بتكون بين إيديك. يعني لازم الإنسان يكون عنده ثروة مثلا لحتى أنه يصير يعني تزبط معاه الأفكار الموجودة بالكتاب، أو إنسان ذوي الدخل المحدود، خلينا نحكي زي ما تفضلت وحكيتي أنه مثلا راتبه بياخده بصرفه، ما بيضل في عنده مثلا الزيادات، يا دوب مكفي الراتب. هاي الأمور اللي إحنا بنواجهها خاصة كثير بمجتمعنا، ممكن هذا الكتاب يفيده؟ الكتاب بيتحدث عن أغنى رجل في بابل. تخيل من هداك الزمن ومن هديك الأيام عم بقولوا لك كيف أنت ممكن تخلق ثروتك. الكتاب بيتحدث عن أركاد وبصيغ لك الموضوع بطريقة قصصية متسلسلة، ومش عبارة عن نصائح جامدة غير عملية أنت بس بتسمعها وبتحس هل بإمكاني أني أنا أطبقها أو لا، هل بتزبط علي أو لا. فالكتاب بيسرد معك قصة أركاد أغنى رجل في بابل وكيف ابتدأ فعليا من الصفر. في هذيك الأيام ما كان في وظائف محددة، خلينا نقول، أو رواتب محددة، كانت كلها مهن صناعية. فبحكي لك الكتاب كيف تبلش من الصفر، مش من ضمن دخل محدد او من ضمن انه انت كنت غني فكيف بدك تنمي الثروه. فالكتاب باسلوب قصصي بعلمك كيف تستغل الفرصه، تبلش من الصفر، تستعمل القوانين الخمسه للمال في حياتك وتبدا فيهم. ايش افكار اكثر الافكار اللي جذبتك في هذا الكتاب؟ الكتاب فيه عده افكار جذابه. الفكره الاولى اللي بتخلي المال يتدفق اكثر واكثر معك انه اي دخل بيجيك كائنا ما كان لازم تقتطع منه 10%. 10% هدول اقتطعهم اولا ثم اصرف الباقي، وليس العكس. اغلبنا بوقع في الخيار العكسي، اني انا بصرف بعدين بخبي المصاري اللي بزيد بخبيه، اللي بزيد بخبيه، وهذا خطا يمكن لانه ما يزيد. صح. فالفكره لا، انه اقتطع من دخلك بالضبط 10% من القيمه، اي قيمه جايتك، وبعدين اصرف الباقي. الفكره الثانيه اللي كمان كثير بتساعدك انه انت تنمي امورك الماليه، شو ما كان دخلك اقتطع منه 20% لسداد ديونك. اذا 10% ادخار، 20% سداد ديون. الفكره الثالثه، ال 10% اللي بتقتطعهم هدول هل يكفي اني انا فقط اقتطعهم واحطهم على جنب؟ طبعا لا، المال اذا ما نميته بضلوا مكانه. فالفكرة انه حتى 10% اللي انت بتقتطعهم لازم تحاول تستثمرهم بشيء انت بتعرف فيه. استثمارك في شيء انت لا تعرف فيه قد يضيع خسارة كل مدخراتك. وقديش صارت مع ناس بنعرفهم، صح، انه كان محوش ومجمع ولكنه فات بمشاريع بغير مجاله، صح، وبشغل غير شغله، ما ادى الى ضياع المال اللي كان موجود معه. فهي من الأفكار اللي بتخليك 100% ترجع تعيد نظرك، أنا شو بصرف؟ هل أنا لازم أغير فكري من استهلاكي لاستثماري؟ هل المال يكفي فقط أني أنا أدخره
وبس، هل هاي الطريقة المثلى ولا أنا لازم أشوف شيء أنا بفهم فيه أو شيء منافعه أو مرابحه مضمونة هقدر إني أنا أستثمر فيه؟ ممتاز. طب بخصوص موضوع 20% الاقتطاعات هي عشان الإنسان يسد ديونه، طب إحنا أحيانا توصل عنا أنه أكثر من 50% من الراتب، ممكن نسبة كثير كبيرة كمان توصل لمرحلة أنه على الإنسان قروض والتزامات، يعني ممكن أنه كمان هاي كيف الإنسان ممكن يديرها من ناحية فكرة الكتاب؟ ممتاز. احنا بنحكي عن القروض والالتزامات اللي عندك، في قروض والتزامات انت عارف عنها 100%، هاي مقتطعه 100% من الراتب، ولكن ممكن تيجي عندك مصاريف ثانيه شخصيه، دين من حدا انت بتعرفه او دين ماخده من هون او دين ماخده من هون. فالفكره انه حتى هاي الديون نقدر نقيمها ونقسطها على مدار معين ب 20%. قديش بتكون علينا التزامات وبتنتقل من شهر لشهر لانه عم ناجلها، غير عن التزاماتنا قرض بيت او قرض سياره، ممكن قرض شخصي، ممكن سلفه، ممكن دينة انا اخذتها، فباجلها من شهر لشهر لاني عم بصرف كل اللي بيجيني ومش عم بقتطع منه هاي ال 20% اللي انا عم بقدر اني انا اسدد فيها التزاماتي. ناهيك كمان منى عن احيانا بتيجي عن الانسان مناسبات، يعني مثلا بيعرف انه كمان 5 أشهر في عيد مثلا راح يكون مثلاً. عنده في مثلاً. مناسبة مولود جديد عند حدا من قرايبه، فبيضطر انه يعني يقتطع من دخله لحتى انه يجيب هدية او يسكر التزاماته لهي المناسبة المعينة. الطوارئ. المدارس مثلا الطوارئ. هاي الظروف كمان بتيجي مثلا مراحل معينة بالسنة، بس معروفة بتكون مثلا متى، يعني بشهر 6 بشهر 10 بشهر 12، هاي الامور كلياتها لازم الانسان يكون على دراية فيها. طيب حسب قراءتك للكتاب ايش في انتقادات معينة شفتيها بالكتاب مثلا ممكن لو كانت بطريقة اخرى كانت تكون احسن؟ الكتاب أول إصدار له كان عام 1926، وعيد إصدار الكتاب مرة أخرى في سنة 2006، فأعتقد أنه كان التركيز كتير على الجانب المالي جدا، ما أخذ شوي بعين الاعتبار الجوانب الشخصية خلينا نقول، أو يمكن شوي متغيرات الحياة اللي إحنا فيها هلأ في ظل القروض اللي كتير عم أخذناها، في ظل الواقع الاستهلاكي اللي احنا فيه، الغلل اللي احنا فيه، التضخم اللي احنا فيه هلا، يعني القيمه الشرائيه للدينار اليوم مش زي القيمه الشرائيه للدينار اللي كانت قبل 5 سنوات صح. او راح تكون بعد 10. فهذا يمكن مأخذي الوحيد على الكتاب، انه ما اخذ بعين الاعتبار التضخم اللي عم بيصير سنه ورا سنه معنا بالبلد هون بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام. هاي احدى احدى الانتقادات، لاني انا كنت اتساءل وين التضخم بالموضوع، وين الفكر الاستهلاكي اللي صار كثير هلا غالب على طبيعه حياتنا عن اول. صحيح. طيب طريقه سرد الكتاب يعني بتشوفيها مناسبه مثلا؟ طريقه سرد الكتاب طريقه قصصيه، يعطيك قصص معينة عن ناس أجدتهم الفرصة لحد عندهم، وترددك في اتخاذ القرار بالوقت المناسب للفرص الاستثمارية اللي بتجيك بتخليك تخسر. هاي كثير بنعاني منها احنا شباب اليوم، خصوصا لما تقعد مع الناس اللي كبار بالعمر. نعم. بتلاقي مثلا بيصير يحكي لك قصص، انا شايف الجبل هذا انعرض علي مثلا 100% ب 10 دنانير ولا ب 15 دينار ولا بتنكتين زيت، هسه حقه بالملايين صار 100%. هاي من احدى الامور. والكتاب بيستعرض لك انه حتى لغايه الان بتجيك فرص استثماريه وبتجيك شغلات ممكن انه انت تقدر تحط فيها ولو مبلغ بسيط، ولكن ترددك وخوفك وعدم اقتناعك بالفرصه او انها ممكن تكون فرصة مش 100% حتجيب المردود اللي انت مقتنع فيه، عم بخلي الفرصة تروح منك لشخص كان ممكن قلبه اقوى منك او قدر يقيم هاي الفرصة الاستثمارية بشكل انجح فكسبها وربحها ونمى ثروته بطريقة افضل. اكيد بالكتاب وانت عم تتصفحي فيه وتقرأي فيه مرق عليك عبارات هيك رسخت في بالك، يعني ايش اجمل العبارات اللي ممكن انه تحكي لنا عنها؟ الحقيقة الكتاب فيه كثير عبارات جميلة وعبارات جذابة. القانون نفسه، قانون 10% وال20%، انا نفسي في اقتباسات احنا اخذناها من حضرتك بخصوص الكتاب، يعني زي مثلا هاي المقولة اللي احنا عم بنشوفها، لن تصل ابدا الى النجاح الحقيقي الا لو تخلصت نهائيا من اعادة التسويق وتأجيل المهام. 100%. قديش اعادة التسويق وقديش التأجيل وقديش انا لا هذا الشهر بدي اقتطع، لا انا هذا الشهر بدي ابلش بخطة عملية اني انا اسد ديوني، قديش عم بتخلينا نرجع لورا ما نتقدم. بتبدا سنه وبتخلص سنه، والتسويف والتاجيل بخلونا نكون بمكاننا ما عم نتقدم ولا خطوه. المقوله هاي عم تحكي العمل يجذب الاصدقاء الرائعين والفرص الجيده، العمل الجاد فيه هو افضل صديق يمكنك ان تحصل عليه. اكيد. انت اي شخص فينا هو عباره عن المتوسط من الخمسه اللي حواليه. مين الخمسة اللي حواليك؟ إذا كانوا الخمسة اللي حواليك ناس ناجحين، ناس عم بتفكر بطريقة صحيحة، ناس عم تعطيك
نصائح إيجابية إيجابية بالضبط. أنت رح تكون ملخص أو ناتج الخمسة اللي حواليك. إذا حطنا نفسنا بالناس السلبيين أو حطنا نفسنا خلينا نقول بالناس اللي دائمة الخسارة أو الناس اللي ما عندها قوة قلب إلا الاستثمار وما عندها الكفاءة اللازمة والذكاء اللازم، أنت إحنا هدول الناس حيرجعونا لورا نوعا ما. عندنا هلأ المقولة الرجل المحترم هو الذي يؤدي الديون التي عليه، بالتالي إذا كانت لديك ديون قم بإنفاق 70% مما تربحه، ووفر 10% وادخر 20 لتسديد الديون. وهذا هو القانون السحري، وهذا هو خلاصة الكتاب 10 بـ20 بـ70. وفعليا احنا قد ما يكون معانا عم نلاقي حالنا انه احنا عم نصرف، فبتلاقي اللي راتبه 1000 عم بصرفه، واللي راتبه 2000 عم بصرفه، صح. واللي راتبه 200 عم بصرف، صح. فهي هي الفكرة، انه احنا الفكرة الأساسية في الكتاب هي هذا القانون 20 بـ10 بـ70. وأنا شخصيا جربت هذا القانون وطبقته على نفسي. أنا قرأت الكتاب السنة الماضية وبدأت بتطبيق هذا القانون على نفسي، فعليا حسيت أنه المصاري عم بتضلها تتزايد وما عم بتروح من بين إيديك، وعم تقدر أنه أنت تجدول كل ديونك، تجدول كل أمورك وتدخر، لأنه الادخار مال بيجذب المال، والصفر بيجذب الصفر. والمشكلة بأول مليون، هي أول مليون تيجي بعدين بتصفر. هلا آخر مقولة عندنا إحنا أخذناها، لا تأخذ النصائح من أي مكان، إذا أردت النصيحة فعليك بالتوجه إلى شخص خبير في إحدى المجالات، من السهل جدا أن يقوم الهواء بإعطاء النصائح. وهي كثير إحنا بنواجهها، اللي بيعرف واللي ما بيعرف بصير يفتي. بالضبط. بتحسي إنه هو بيعرف عن حياتك أكثر منك، فبصير يعطيك النصائح وبتدخل فيك وبزعل إذا ما خدتيش فيها أحيانا. 100%. قديش عم نعرف ناس فتحت مشاريع وسكرت، قديش وإحنا ماشيين بالشوارع عم نشوف محلات فتحت وسكرت. تلاقي شخص تقاعد وأخذ تقاعده راح فتح مخبز، تحكي له أنت بتعرف شيء عن المخبز، عندك تجربة سابقة، بقول لك لا، بس شايف المخابز شغالة، بس شايف المخابز شغالة، ست معاها راس مال، بتلاقيها راحت فتحت مثلا صالون. طب هل عندك الخبرة الكافية لإدارة صالون؟ بتقول لك لا، بس أنا بسمع عن الصالون بيجيب مصاري. وللأسف قليلة جدا من الناس بتنجح بإشي، أكيد في استثناءات دائما لكل قاعدة، قليلة من الناس بتنجح في إنه تدخل في مجال مش مجالها، ولكن الفئة الغالبة للأسف تخسر فلوسها لأنها صنعت أخذت نصائح ناس ودخلت في مجال مش مجالها، وخسرت هذا الاستثمار، خسرت هذا نتيجة نصائح ممكن تكون مش من محلها، مش أو من محل مش من الشخص المناسب، من الشخص المناسب، مش من الشخص المناسب. صح صح. احنا عندنا هلأ مقولة كمان، كافئ نفسك أولا واحتفظ ببعض المال لنفسك قبل أن توزعه على الآخرين. مكافأتك لنفسك هي 10% اللي أنت بتقتطعها. كيف يعني ممكن أكافئ نفسي؟ كيف ممكن أكافئ نفسي؟ لما أنا بدخر 10%، 10% أنا هاي نميتها، بصفي أي شيء تاني أنا بدي أشتريه كمالي، بصفي أني أنا هذا الشيء الكمالي أنا قادرة أني أخده، مش عم بقتطع أو بشتري شيء كمالي على حساب شيء تاني أساسي. فمكافأتك من نفسك بتكون من فائض ادخارك، وليس أني أنا عم بقتطع عن نفسي شيء أساسي مقابل شيء كمالي أنا بدي أشوف فيه حالي قدام الناس. قديش في ناس عم تاخذ قروض عشان الموبايلات، او قديش في ناس عم تاخذ قروض عشان السيارات، بينما انت ادخارك حيخليك تشتري هذا الشغله الكمليه بدون اي عبء مستقبلي عليك. فهذه هي مكافاتك لنفسك. هلا منى، هاي الافكار اللي بتحكي لنا عنها هي نتيجه قراءتك للكتاب، يعني 100%. يعني الكتاب فيه الافكار هاي اللي عم تحكي لنا عنها. نعم. من نظره اي قارئ، يعني مش من نظره انسان مختص خلينا نحكي بالمجال التنمية البشرية أو مجال الاقتصاد، خلينا نحكي إنه يعطي هاي أفكار. اقرأ الكتاب بصير عندك الأفكار اللي عم تحكينا عنها 100%. فعنا تفضلي. الكتاب يقع في 166 صفحة. الكتاب أسلوبه قصصي سردي، بفوتك بالجو الحلو إنه أنا فعليا عم بسمع قصص حقيقية، قصص صارت، أنا ممكن أحط نفسي مكان الشخص اللي صار. الكتاب صالح لكل زمان ومكان. الأعمار مثلا كيف ممكن الأعمار يعني ممكن تتناسب؟ ممكن خلينا نقول من 18 وطالع، من شخص بلش، حتى اللي ناس اللي عندها بجهة مصروف أو بجهة كذا بتقدر إنه هي تقرأ هذا الكتاب وتستفيد منه. الكتاب عم بيحكي عن أغنى رجل في بابل، من تلك الحقبة قوانين المال ظلت زي ما هي ما تغيرت. أنا جذبني العنوان، قلت يا ترى هل قوانين المال تغيرت من ايام بابل لسنه 1926 لاول اصدار للكتاب لوقتنا الحالي؟ هل في تغير ولا قوانين المال ظلت زي ما هي؟ الفكر الغني، الفكر اللي الفكر الاستثماري تغير من حقبه لحقبه؟ تلاقي لانه قوانين المال ثابته. هلا انت حكيتي منى بالبدايه انه في 5 قوانين للمال، ايش هم؟
تطرقنا فيهم من خلال حوارنا رح نرجع نعيدهم من باب التأكيد. القانون الأول أنك لازم تقتطع 10% من دخلك، القانون الثاني أنك لازم تسدد ديونك ب 20%، القانون الثالث أنه لازم تنمي ادخارك، القانون الرابع أنه لازم تستشير الناس أهل الاختصاص في هذا المجال، القانون الخامس أنه لما بدك دائما لازم تسجل كل مصروفاتك كل مدخراتك. طبعا هاي الموجودة في الكتاب، هاي الموجودة في الكتاب، موجودة هذا في الكتاب ملخص القوانين الخمسة للمال. كتير في ناس بتصرف لأنه ما عم بسجل شو جاييني ولا ما عم بسجل شو طالع مني. التسجيل بخليك تكون مركز أكثر، أنا وين المصاري بتروح، هل المصاري بتروح على شيء معين أنا مش حاسة فيه، بصرف على الأكل، بصرف على اللبس، بصرف على البنزين، البيت بياخد مني الجزء الأكبر، المواصلات بتاخد مني الجزء الأكبر، أنا وين؟ وين لازم أدير نفسي صح؟ ممتاز. هلأ بخصوص بعد قراءتك للكتاب حسيتي أنه في تغيير على حياتك صار، أنه أثر على حياتك؟ جداً. كيف جداً. ممكن أنه يأثر جداً. على حياة القارئ؟ جداً. أنا هذا الكتاب من الكتاب اللي عمل لي خلينا نقول تيرنينج بوينت بحياتي، كان نقطة تحول فيها. ما توقعت أني أنا شخصياً أتأثر فيه في هاي الطريقة. أنا فكرته أنه ممكن يكون كتاب زي أي كتب التنمية البشرية وأحطه على الرف وأنسى، ولكن لما قالوا أنه وصفة 10 ب 20 ب 70 فيها وصفة سحرية لتفوق المال، أنا من الناس اللي جربت هاي الوصفة السحرية وظلت ماشية معي. لما بلشت أسجل إيراداتي ومصاريفي بشكل شخصي، منى شو عم تصرف وشو جاييها، لقيت أنه فعليا في أماكن معينة أنا عم بصرف فيها وأنا مش حاسة، فلازم أن أرجع أدير نفسي فيها بشكل جيد. هذا الكتاب نصحت فيه صديقاتي، نصحت فيه أختي، أي شخص بشوفه. كيف التأثير عليهم الناس؟ إيجابي. إيجابي. الناس اللي أخذت وطبقت تأثيره كان كتير إيجابي. ولكن قديش في عنا ناس بتاخد وبتقرأ وبتطبق أو بتقتنع بالأفكار وبتطبقها؟ كتير في أفكار بنسمعها وبعد ما نسمعها بنحطها عرف. ممكن الواقع ما بمنعنا انه نطبقها. مثلا في ناس دخولهم مش ثابته، يعني مثلا مش كل الناس عم تاخذ دخل ثابت، خلينا نحكي اخر الشهر عم ياخذ مثلا مبلغ معين بيقدر انه يقسمه. في ناس مثلا دخولها اصلا بتتاخر، يعني بتحس انه التزاماتها صارت تزيد نتيجه انه الدخل عم بيتاخر. في ناس دخولهم احيانا بتكون مش ثابت، يعني مش هذول طبيعه شغلهم المياومي خلينا نحكي، او التجار يعني حسب الصفقات اللي بيتم فيها. كيف ممكن الكتاب ياثر عليهم؟ نيجي لموضوع الدخول الغير الثابتة. انت عفرض بيجيك بشهر 1000 دينار وشهر تاني بيجيك 500 دينار. شو الفكرة اني انا ما اقتطع من 1100 وما اقتطع من 550؟ لو يعني الدخول احنا غير بنطبق ثابتة، المعادلة على الدخل اللي بيجيك بغض النظر شو 100%. الدخل غير ثابت ولكن المعادلة ثابتة. انا لازم اقتطع، اجاني الدخل بنص الشهر، اجاني دخل سنوي من ايراد معين، اجاني دخل شهري، اجاني ربح من صفقة معينة دائرة. فالفكرة انه انا الاقتطاع 10% ثابت، القانون ثابت مهما تغير الايراد. هون فكرة الكتاب. ممتاز. تسديد ديونك قائم مهما تغير الإيراد. 20% مقتطعة مقتطعة، و10% مقتطعة مقتطعة، وانت تصرف بال 70%. تمام. أفكارك كثير رائعة منى، يعني أنا بشكر وجودك معنا بالاستوديو على طرحك الأفكار هاي. يعني ما شاء الله عنك يعني ملمة بالكتاب، يعني راح ان شاء الله يعني نكون وصلنا لمشاهدينا الأفكار المناسبة، وبنصحهم. يعني أنا من الناس اللي أخذت فكرة يعني خلينا نحكي بسيطة عن الكتاب، اطلعت عليه بشكل ملخص، بس الناس راح أتابعه وأقرأه، ويعني شديتيني أنه بنصح الجميع بمتابعته، يعني بنصح الجميع بقراءته وبمتابعته، ويسجلوا كل كبيرة وصغيرة بتجيهم. وفعلا قانون المال سحري، أنا بضمن لهم أن المصاري تضل متدفقة معهم. يعطيك ألف عافية أستاذ منى، وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا راح نكون مع فاصل قصير ونكمل فقراتنا لهذا اليوم.